السلام عليكم. حقيقة نبي نتكلم عن معارض بريدة. معارض بريدة تعتبر من المعارض الكبيرة التي لها سمعة جيدة بين معارض المملكة، أولا لكبر مساحة المعارض، ثاني لكثر عدد المعارض وكبر حجمه وما تحتويه من كمية كبيرة من السيارات المنوعة، تجعل المشتري يحتار لما يأتي إلى معارض بريدة. ويقود هذا المعارض شباب سعوديين حقيقة لهم خبرة طويلة بتجارة السيارات، ويقصد معارض بريدة كثير من الناس، مو من أهل بريدة يعني، من خارج بريدة، اللي بعضهم يجي من حائل، واللي يجي من الرياض، واللي يجي من مناطق القصيم عامة، لأنه يعرف سوق بريدة أنه سوق متحرك، سوق يقصده كثير من الناس اللي بيشترون سيارات يعني، واللي يبيعون سيارات، فعليه حركة وفي تسويق كبير لأصحاب السيارات، ويقود هذا الحقيقة القطاع شباب سعوديين لهم خبرة قديمة في معارض السيارات. وبرضو المعارض تحتوي على وكالات سيارات جديدة، يعني تبي أنت جديد تبي قديم كله موجود بالمعارض، والمعارض واسعة فيها مواقف وجميلة، وتضم مجموعة كبيرة من المعارض اللي لها باع طويل في تسويق السيارات. فالآن نشوف أنه معارض بريدة تعتبر من المعارض الكبيرة التي داخل المملكة، أو نقول ممكن نقول هي المعارض الأولى في المملكة بالحركة، حركة بيع السيارات وتسويق السيارات وكثرة المعروض وكثرة الزبائن اللي يجون يدورون عن سيارات. فهذا شيء حقيقي يفرح، وشيء نتمنى الجميع اللي يستغلون في معارض السيارات التوفيق، ونقول لهم زيادة في تطوير معارض بريدة، أنتم مبدعين ومعارضكم حقيقة جميلة وترتيبها جميل، حتى أن بصفة عامة للمعارض كلها تعتبر معارض جميلة، ومساحة المعارض برضو كبيرة تحتوي على كمية كبيرة من معارض السيارات. فلما تجي المعارض السيارات حقيقة تنبهر بالمعارض الكبيرة الضخمة وما تحتويه من سيارات قديمة ونظيفة وجديدة، ويحتوي برضه على يحتوي المعارض على مكان خاص للحراج، يعني أنت تبيع سيارتك بالميكروفون في مكان مخصص لبيع السيارات بالميكروفون، تبي تبيعها كذا خلك بسيارتك والزباين تلاحق بكل مكان، أنت تبيع يعني عندك فرص كثيرة، ثلاث فرص، يوم أنك توقفها بالمعرض وصاحب المعرض يتصرف بيعها، يوم أنك تدخلها الحراج إذا أنت عجل حظك نصيبك، يوم أنك أنت تقعد بسيارتك فالزباين منتشرة بالمعارض وتبحث عن الزين واللي في فائدة، فيجونك بنفس سيارتك وانت جالس سيارتك يفاوضونك على البيع وعلى المشترى يعني. فهي فيه مميزات حقيقة كثيرة معارض بريدة، تجلب أصحاب السيارات من خارج بريدة ومن داخل بريدة لهذا المكان الجميل الحقيقة اللي نعتبره معلم من معالم بريدة. تحياتي وشكرا لكم.